ثمن وزير الخارجية سامح شكري موقف إسبانيا الداعم للقضية الفلسطينية، لا سيما بعد اعترافها بدولة فلسطين. وأعرب شكري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس عن تطلعه إلى حل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. دائما كنا ننظر إلى إسبانيا لما تمثله من داعم رئيسي للتعايش والعلاقة بين الحضارات والاستعداد لاتخاذ مواقف على أسس من المبادئ، وهذا ما مثله الموقف التقليدي لإسبانيا إزاء قضايا الشرق الأوسط وخاصة القضية الفلسطينية، واللي تمثل حديثا في الاعتراف بالدولة الفلسطينية على خلفية حرب في غزة وما أتت به من أضرار، ولكن أيضا التطلع إلى مستقبل فيه السلام، فيه حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. نثمن كثيرا هذا الموقف الأخلاقي الذي يعيد الثقة بأن هناك مواقف واتساق مع الضمير العالمي، مع قواعد القانون الدولي، مع الرغبة في إرساء السلام والاستقرار.